السلام عليكم ومرحبا بكم جديد في قناة شوف ليلى جاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض بوتيتوس في الفران، كيجيو هائلين فعلا، كيستحق التجربة. فلا كنت اول مرة كتزوروا القناة ديالي تنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناة. والناس اللي هما انضموا جداد للقناة نقول لكم مرحبا بكم، نورتوني بالإضافة. كنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاستحسان ديالكم. فبسم الله على بركة الله نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. اذا هذه البطاطس فغادي نحتاجو على بركة الله. عندي هنايا كمية من البطاطا كنخليها بالقشرة ديالها، فقط كناخد واحد شي حاجة اللي هي كنوصلو بها بونجا او لا خاصة كتكون بالخضر، فكنحكوها مزيان وكنحزولو جميع الاتربه اللي كتكون فيها. فعندي هنايا كميه ديال البطاطس تقريبا واحد الكيلو. غادي نحتاج ثوم غبره، بصل غبره، عندي كذلك خليط ديال المشويات، شويه ديال الريحان المجفف، كذلك شويه ديال الزعتر، شويه ديال البقدونس المجفف، ممكن تستعملوا البقدونس العادي، وشويه ديال التوابل الشرقيه الاورينتال. هاد التوابل كلها كناخذها من كارفور او لمرجان، هادو اللي هما هنايا، وهادو كناخذهم من عند الناس اللي هما كيبيعوا مواد الحلويات، فاصبحوا كيوليو يبيعوا حتى التوابل حتى هي كتكون موجوده عندهم. وعندي بطبيعة الحال شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، وما نساوش من طبيعه الحال شويه ديال زيت الزيتون او زيت المائده. فغناخذ هذه البطاطا ونقسمها هذا الشكل، بشكل طولي. ناخذ واحد الاناء اللي غنخلط فيه ونوضع فيه البطاطا ديالنا. البطاطا كتجي هائله وفي نفس الوقت راه كتبقى صحيه، بحيث انه عوض ما نقليوها او لا يعني يكون فيها مواد دسمه كثيره، فكتجينا هاد البطاطا زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، فهي كتكون مرافقه للاطباق اللي كنقدمو هكذا في وجبات الغداء، اولا ممكن نستعملوها كسناك بالنسبه للناس اللي هما تيفرقوا الوجبات ديالهم، فممكن ناخدوها كسناك يعني بين الوجبات. فمن بعد ما كنتهي من تقطيع البطاطا غادي نضيف ليها المكونات اللي ذكرنا مع بعض، الملح والابزار وباقي التوابل. الا ما كناش كنتوفروا على التوابل كامله فممكن نديروا فقط شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الفلفله السودانيه، والقزبر المعدنوس، شويه ديال التحميره، صافي وكنكتفي. ونقدروا نديروا معها حتى البصل هكذا مقطع طريفات صغار، وشويه ديال الثومه حتى هي محكوكه، لكن هاد التوابل فكيجيو احسن. ندير شويه ديال الزيت، صافي نخلطهم مع بعضهم مزيان. واللي كيبغي الحار فممكن يستعمل حتى السودانيه. ثم بعد ذلك سناخذ واحد الطاوه ديال الفران وكنوضع فيها هذه البطاطا، نستفها هكا يعني ما يكونوش لاصقين في بعضياتهم باش يطيبوا لنا كاملين، وندخلوها الفران حتى كطيب تماما وكتحمر لينا. نعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوها في الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال البطاطا ديالنا اللي حطينا مع بعض في الفران، كتجي على هذا الشكل. وكنرافقوها بالصوص اللي حبينا. كنتمنى ان شاء الله تكون الوصفه نالت الاستحسان ديالكم. فلا عجبكم الفيديو عجبتكم الوصفه خليولي لايك
بارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم. كذلك نتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. فخليت لكم الراحه، والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.